حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل تنفيذ العقوبات ضد روسيا ولن تعفي العراق من القيود على تعاملاته مع موسكو، مؤكدة أنه لا توجد تغييرات في هذه السياسة. وأجاب رئيس الدائرة الصحفية في الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بالنفي على سؤال عن إعفاء العراق من القيود المفروضة حتى يتمكن من سداد الدفعات المالية المستحقة للشركات الروسية في إطار التعاون القائم بين الجانبين، مؤكداً أن بلاده ستواصل فرض قيود على روسيا لتقليص عائداتها من قطاع النفط والغاز. وصف خبراء اقتصاديون إجراءات البنك المركزي بتتبع تسلسلات الدولار المباع من شركات الصرافة بالعلاج المؤقت، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار. وبحسب الخبراء فإن التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي لا تتعدى حاجز المحاولات لضبط الصرف في السوق السوداء وإلزام من يتحصل على العملة الأجنبية باستخدامها وفقاً للسياقات التي تم تحديدها مسبقاً للسفر أو العلاج أو الدراسة في الخارج، لافتين إلى أن التوجيهات التي صدرت لن تعزز من السيطرة على سعر الصرف في السوق المحلية. وصف خبراء قانونيون قرار البنك المركزي باندماج شركات الصرافة الصغيرة مع بعضها من أجل السماح لها بدخول نافذة بيع العملة بأنه تعسفي. وبحسب الخبراء فإن البنك المركزي يمارس عملية ضغط غير مباشرة على شركات الصرافة من خلال دفعها إلى الاندماج ليكون أمام شركة أكبر تكون فيها نسبة الضمان والتعامل أكثر أماناً، وهو يمارس ضغطاً غير مباشر ويستبعد من خلاله شركات الصرافة الصغيرة ويمنعها من الدخول للمنصة للحصول على الدولار ويسمح فقط للشركات الكبيرة، مضيفين أن هذا أسلوب تعسفي وغير صحيح. قال العضو السابق باللجنة المالية في برلمان كردستان العراق بهجة علي، قال إن قرار المحكمة الاتحادية الأخير برد طعن أربيل ضد قانون الموازنة يعد ضربة مقيدة لكردستان العراق. وأضاف النائب أن حكومة أربيل وافقت على بنود الموازنة واتفقت مع حكومة السودان على الالتزام الكامل ببنودها، لكن حتى الآن لا يوجد أي التزام من بغداد، مشيرا إلى أن قرار المحكمة فيه تحجيم لكردستان العراق، حيث أن جميع المشاريع والالتزامات التي لدى حكومة كردستان العراق متوقفة على الموازنة. وفي خبرنا الأخير، شهد مرسى النقعة أقصى جنوب البصرة اليوم وفرة في السمك بكافة أنواعه، لكن بشكل مختلف عن السنوات السابقة في وقت المزاد. وعلى الرغم من ذلك فإن تصدير الأسماك من جميع المحافظات العراقية لم يتجاوز الطن ونصف الطن يوميا، في حين أنه كان يصل إلى 5 أطنان في العام الماضي. وبحسب هذا الكلام بحسب صيادي الفو الذين أكدوا أن مبيعاتهم انخفضت إلى هذا الحد بسبب دول الجوار، في إشارة منهم إلى إيران وتضييقاتها على الصيادين. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.